السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الفردوس الأعلى مستقرنا وإياكم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، واجعل لي من لدنك وليا واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. الدرس الثامن، حروف اللين. شو هي حروف اللين؟ حرفين فقط، الواو الساكنة مفتوح ما قبلها، والياء الساكنة مفتوح ما قبلها. بالقرآن الكريم محطوط عليها السكون، محطوط عليها سكون، واو عليها سكون ويا عليها سكون، هذه حرفي اللين. بخلاف في القرآن، بخلاف حروف المد، حروف المد الحروف الساكنة الثلاث الألف والواو والياء، والحركة مجانسة للحرف، الحركة اللي قبلها مجانسة للحرف، يعني الألف قبلها إيش؟ فتحة، الواو ساكنة من غير أي حركة، حتى السكون مش مكتوب في القرآن برواية حفص اللي هي اللي احنا بنستخدمه، هذه اللي هي طبعة الملك فهد. الواو عشان أعرف إنها هذه حرف مد وليست حرف لين، ساكنة خالية من الحركة نهائي تماما وقبلها مضموم، والياء ساكنة ولكن من غير أي حركة وقبلها كسر، هذه حروف ايش؟ المد واللين. ليجي لحرفي اللين فقط اللي هم الواو قلنا والياء الساكنة وعليها السكون مكتوب وقبلها فتحة، حرف مفتوح، تمام؟ طيب اللفظ كيف يختلف؟ طبعا احنا قلنا في هجاء المد قلنا نون فتحة ألف سكون، سكون حتى سكون جبناها بالمد طلعت نا، تمام؟ لكن احنا لما نيجي عند حرفي اللين حنقول تا فتحة واو سكون، سكون هيك، لأني بدي أقول تو، تا فتحة واو سكون تو، تا فتحة يا سكون تي، تو تي، ثا فتحة واو سكون ثو، ثا فتحة يا سكون ثي، ثو ثي. طبعا الواو والياء حرفين من صفاتها الليونة، وتاني شيء من صفاتها الرخاوة. شو يعني ليونة؟ شو يعني رخاوة؟ يعني ما أشدش على المخرج وأنا بألفظه، عشان هيك بقول تو ثي، ما تشديش على المخرج، دو دي ذو ذي رو ري، تمام؟ زا فتحة واو سكون زو، زا فتحة يا سكون زي، زو زي، سين فتحة واو سكون سو، سين فتحة يا سكون سي، سو سي، شو شي، صو صي، ضو ضي، طو طي. سهلة ما فيش فيها صعوبة أبدا، بس لازم تفرق بينها وبين الحروف المادية، ضو ضي، لو لي، نون فتحة واو سكون نو، نون فتحة يا سكون ني، نو ني، أو أي، بو بي، جو جي، حو حي، خ
خو خي عو عي. شايفين هيك هيك ايش بدي اقول لكم الرتم تبعها او الموسيقى تبعتها عو عي غو غي. في فرق بينها وبين المد. المد لا بقول غ تمام غو في مد، لكن هذه لا غو غي ثو في. قاف فتحة واو سكون قو. قاف فتحة يا سكون قي. كاف فتحة واو سكون كو. كاف فتحة يا سكون كي. مو مي وو وي. واو فتحة واو سكون وو. واو فتحة يا سكون وي. ها فتحة واو سكون هو. ها فتحة يا سكون هي. هو هي. يو يي. واضح الرتم او الموسيقى تبعتها تختلف اختلاف كلي عن المدود حروف المد، فتنتبهوا كتير كتير إلها. وسهلة سهلة، انتبهوا ان تعطيني الرتم كله بنفس الاسلوب والمدود بدك تعطيني اياها كلياتها نفس الزمن. هذه مهمة جدا. يلا الى اللقاء.